في الفيديو ده هنحط تشكيل النادي الاهلي في اولى مبارياته في كاس العالم للانديه امام نادي اوكلاند سيتي. معلومه عن اوكلاند سيتي، هو فريق بيلعب في دوري نيوزيلندا ومتصدر الدوري ب 37 نقطه، فرق بينه وبين المركز الثاني 19 نقطه. نرجع للتشكيل، هحط التشكيل ولو حد عنده اي تعديل يكتب في الكومنتات. عشان احط التشكيل لازم نرجع لاخر 5 أو 6 مباريات للنادي الاهلي واشوف مين كان بيلعب اساسي ومتالق وفايق ويستاهل يلعب اول مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. كل تشكيله للنادي الاهلي هعرضها هنا، وعايزك تبص كويس وتركز في التشكيل وترجع بقى بالذكريات وتشوف مين اللي كان موفق ومين اللي كان كويس. الاهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز الاهلي 3-0. سجل عمرو السوليه هدفين، وخط الدفاع احرز في فريقه هدف عن طريق الخطأ. الاهلي وامبي، وانتهت بفوز الاهلي 2-0، وسجل الاهداف افشه وديان. الاهلي والمصري، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. الاهلي وسموحه، وانتهت بفوز الاهلي 3-1، وسجل الاهداف احمد عبد القادر وحمدي فتحي وكهربا. الاهلي والزمالك، وانتهت بفوز الاهلي 3-0، وسجل الاهداف كهربا ومحمد شريف هدفين. الاهلي والبنك، وانتهت بفوز الاهلي 1-0، وسجل الهدف محمد شريف. بعد ما شفنا اخر تشكيل لست مباريات للنادي الاهلي، اللعيبه اللي سجلت اهداف بالعقل والاصول من غير تاليف في التشكيل، من وجهه نظري في تشكيل الاهلي امام اوكلاند في كاس العالم للانديه، افضل تشكيل للنادي الاهلي يلعب به هو 4-2-1 صانع لعب، 2 هافات فرويد، 4-2-3-1. لازم الاهلي يلعب بصانع لاعب. التشكيل المفضل والمتوقع من وجهه نظري، حارس مرمى محمد الشناوي، وهنيجي 2 مدافعين. بالنسبه لي عندنا 4 مدافعين، اي 2 يلعبهم، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، عندك ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم. طبعا دي ترجع للجهاز الفني، لان ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم كان اخر ماتشين 3 مصابين. محمد هاني باك رايت، علي معلول اللي هو شبهي باكليف. هنحط 2 بقى ديفندرات، حمدي فتحي وديانج، واحد طبعا هيزيد والتاني واقف. بلي ميكر صريح قفش. 2 هافات، هنلعب بكهربا هاف وهنلعب باحمد عبد القادر هاف، ومهاجم صريح محمد شريف. هي دي التشكيله الانسب والافضل بالنسبه لي وعلى الورق. وشفنا طبعا التشكيلات وشفنا مين اللي كان فايق، واتكلمنا مع بعض مين لعب اخر 5-6 ماتشات اساسي ويستاهل يلعب. هي دي التشكيل لمواجهة اوكلاند سيتي في كاس العالم للأندية. لو عندك اي تعليق على التشكيل، او عايز تضيف اي مركز، او عايز تحط التشكيلة الانسب والافضل بالنسبة لك، اكتب في التعليقات. شكراً.